تنصبر كام وفور إكويبمنت، الإجراءات أو الصيانة الوقائية للإكويبمنت، بروفايل ريشنال فور ذا فولوينج بريفنتيف مينتنس بروجرام ان يور لابراتوريز. كيف نحن يعني نعمل أو نطور الصيانة الوقائية. Explain criteria that are all outdated of equipment. كيف نحن نتخلص من الأدوات التي انتهت صلاحيتها وكذا، والمكان المخصص لها. طبعا إن شاء الله في هذه السيناريو أفتر لكشر اللي رايح اليوم يكمل مانجمنت بامفيت. performance high levels عندنا lower length life span test result times. يعني انت لما تيجي تشتري الاجهزه الاكويبمنت مانجمنت بنفيت احنا بنعاين للبرايس. معظم الناس بيعاينوا لل انه كيف السعر، هل هو رخيص؟ لكن برضه نحن بنعاين هل انت بتوفر لي مثلا سبير بارت لهذا الجهاز. بنعاين الاداء بيرفورمانس عالي في الاداء وجودة هذا الجهاز اللي يحطها النتائج تست ريزلت. وبنعاين لأنه بعد ذاك الكابسيتي بتاعته ونشوف إنه تحقق منه والتايم بتاعته بيدينا النتائج دي أفتر كم من الزمن، لأنه يعني نحن مربوطين بالتايم تو جيف أوبزرفيشن. يكون مانجمنت فانكشن انكريز سيفتي. Reduce trips, great customer satisfaction. يعني من مهام هذه الأجهزة إدارة الأجهزة لازم تكون safety, increase safety laboratories. يكون بسبب لنا contamination، ما يكون بتسبب لنا أي إعاقة، ما يكون بسبب لنا أو ما تكون عندها مشاكل بتاعت الأعطال. نحن يوز فانكشن سيفتي دي كلها كريتر بتحصل لنا من انك انت رضا الزبون اللي هو اذا كان البيشن او اذا كان المجتمع او اذا كان الطبيب. ان كل ما كانت الاجهزه يعني الكفاءه بتاعتها بيرفورمانس هاي بيرفورمانس ليفلز، كل ما انك انت يعني انك كسبت كاستمر ساتسفاكشن، كسبت رضا الزبون او رضا البيشن او الطبيب المعالج. في بعض البروجرام كونسيدريشن في بعض الحالات نحطها في الاعتبار. انستاليشن اولا سيلكشن اند كويشنز. احنا كيف نختار الجهاز؟ بعد ذاك نطلب الجهاز. عاوزين شنو؟ عاوزين نتعامل مع شركه. نحن في سيلكشن مرات انك بتحاول الكوست بعض الفول كوميانس سيلكشن اكوردنج تو ذا هاي ستاندردز. بعد ذاك بنطلب بيحصل لنا انستاليشن التركيب. بنشوف اعمل لها كاربريت ايفاليشن لها كاربريشن الجهاز. نتأكد برضو من بعد ذاك عمل لنا تريننج للإستاف بعد ما ركب، ونتحقق من إنه هو كيف جود ريزالت، ونتأكد من إنه صيانة إذا صيانة بريفنتيف بنتنظر فيه بنتنظر انك تكون ريجولر هو يكون اتوقع لنا سنه سيرفيس او ريبيرز اصلاح الاعطال. وبرضه وبعد ذاك تكون واضحه التروبل شوتنج بتاعته حلول
حصل اني اريو يعني بعض كده عندها اناليسيز للبروبلم في الاوتوميشن بتاعتها. ريترايتنج ذات اكويبمنت ديسبوشن ترتيبها هذه الاجهزه دي حاجات نحن بنخطها في الاعتبار. يعني انا داير اطلب جهاز تتوفر لي كل المعدات دي equipment management for fewer assign responsibility for all active for all activities لازم يكون عندي حد مزول يمضى بعد ما انه تم التدريب train all personnel or requirement maintenance needs يدرب لي البرسونيل الناس الشغالين صيانات البيضة في بعض الصيانات ما بتحتاج انك تكون عندك باي اللي هو ان مثلا في واشنج جهاز تو بي كلين مثلا اللينز مثلا حتى الميكروسكوب تو بي يعني واشنج الاوتوميشن دي يفترض تتدرب مونيتور اكويبمنت مانجمنت اكتيفيتي ensure that procedure are followed of stone water review of record routine procedure as needed راجع سجلات عنا دوريا ونشوف البروسيدير حصل لها ابديت as needed selection and requirement needs a set requirement number sometimes الجهاز إلا حسب الحويج بنكبسي فروت ميشن we need it update need الو needed to be يعني مثلا بير اوس هل بتكفي انه اشتغل في الاوتوميشن دي كلها equipment facility requirements performance characteristics cost and reagents should be avoid closed system of some equipment في بعض الأجهزة بتكون الترينج أو الجهاز كلوز سيستم لازم ما تكفى يعني sometimes في ناس ب low price of equipment but يخلي لك الجهاز as كلوز سيستم لك تكلف قطع الريانس دي برضو انها نحطها في الاعتبار في صح هاي برايس الابعاد لكن بتكون اوبن سيستم عشان تكتب مع الريت. يا بروفيسور اسفين المقاطعه، انت شغال بمايك؟ ايوه نعم سامعني. بس الصوت بيقطع، اخلي الصوت، افتكر المايك لو قريب منك بيكون افضل. الصوت كان مقطع شديد. ايوه سامعني ايوه انا اي لكن في تقطيع بس في الصوت. الو ايوه يا بروف مايك اكتر. ايوه واصل يا بروف. اوكي تمام كده تمام. طيب فقلنا السلكشن انا اكويرنج اكويبمنت، فقلنا كنا بنتكلم عن انه لازم تاخذ في الاعتبار انه في بعض الاجهزه بتكون الفول اوتوميشن بتكون كلوز سيستم الريجنت، حتى في بعض الاجهزه بتكون اوبن سيستم. دي مراعاتنا ليها. السلكشن اكويرنج اكويبمنت ايزي تو يوز، ما يكون معقد الجهاز. يعني language most of
equipment needed to be English language. Like in some of the equipment have many languages. يعني في بعض الأجهزة بيكتبوها باللغة الفرنسية، باللغة الإنجليزية، باللغة الألمانية، باللغة اللاتينية. لكن بالنسبة لنا إحنا إنها اللانجوج بتاعتنا الإنجليزي، or sometime حتى لو بالعربي في بعض الأجهزة بالعربي. طيب ورن كنا إحنا اللي الضمان، هذا يكون في ضمان الجهاز. لأن أنت تختار الجهاز ما يكون فوق أي جرنتي أو ضمان أو بتأثر سيفتي برضه، والبيفتي برضه. يعني لازم يكون هو سيفتي ويكون محمي، ما تكون فوق اي افكت. طيب فورين كويمنت بارشيز ليز، سوري احنا برضو بعد ما قلنا انه اللانجوج بتاعته تكون ايزي والضمان والسيفتي وسهل الاستخدام، بتيجي داخل علينا بعد اكثر من انه والله سهل الكلام ما فهمش سيفته، وبعدها نشوف هل هو اوبن سيستم ولا تبعها. بس ليس قدر انت دونيش سام تايمز بعد يعني عشان تقضي بعض الاجهزه في اجهزه بتتاجر. أجهزة بتشتري فيها يعني طبعا دي فور اوبشنز، يا اما انت بتشتري يا اما بتكون عقد بتاع ايجار. تكون متبرع لك بقى يعني بتدوها مثلا مجال، لكن برضو انك انت بتعتمد يا اما بتجيك من دونيشن من ناشونال ايجنسي يعني بتبع، لان اغلب اللي هو بيكون بعقد شراء مستر كوزن في يعني في الناس يعني انا بفضل دائما بعض الاجهزه ما تكون الا هل من حتى الجوده، الاجهزه كلها موحده مثلا او كلها رش او كلها سيستم شكل يعني لا في غيرها في الاجهزه تحت. يعني من دبي بيستفيد منها من ناحيه الجوده، لانه بقول لك اذا كانت اكيد سلبيه فلا اذا بتسلين هاد كلها اخر بعد او في الاكسترنال كواليتي كنترول او حتى في الانترنال كواليتي كنترول اكسترنال كواليتي كنترول او الانترنال كواليتي كنترول على مستوى الغرفه المنهجيه. والله يا اخي الاكيد في الخرطوم مثلا يستاذ انزل
مستشفى مثلا ابراهيم مريم، ما بيشوفوا الاجهزه يعني، بيشوفوا النتائج دي كانت كويسه دي. بقارن بين الاجهزه بشوف والله الاجهزه كانت السيم معلش، لكن بكون في فايريشن انا بكتشف. عشان كده مرات انك انت لما تستخدم كورتي كنترول الأجهزة بتكون كلها يعني واحدة وريني من شركة واحدة، انت صعب جدا بواسطة انك تكتشف اي مشكلة. محتاج انك كونديشن اوف كونتراكت، طريقة التعاقد، او انك تكتب معاهم مكاتبة دائما انك انت اي جهاز مهما كان، حتى لو كان احنا بنقول للزملاء حتى لو كان مايكروسكوبي، انت عندما تصير يكون في تعاقد لازم يكون ضمان، لازم يكون في سبير بارت، لازم تكون فوقه صيانة وقاية، لازم يتركب عشان تضمن استمرارية الجهاز. طبعا سمرية جهاز الو اكويبمنت هو التفاصيل انك تشتري هاس ريكويست رايتنج دايجرامز الرسم البياني بوضح لازم يكون فوق على المتطلبات، لازم نعرفها software information لازم نعرف ال كل ما يدور بالجهاز هو النوت بوك لازم في الأول دي متطلبات لنا نحن لازم نعرفها. وضح لك ستارت مثلا اوكي، ورك بعد الستارت مثلا تجز سامبل، ورك كل الاكرام، اوريك الطريقة بتاعت التشغيل. بعد ذلك سوفتوير انفورميشن دي كانت اوبريشن بوكس ان لابري
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بنعتذر من دكتور عبد الله، توم كونكشن لوست وشكله رجع تاني، فبنشوف ان شاء الله يكون رجع للاحسن، سامحونا. معلش البروف، كنا نعمل ريستارت للنت عشان الصوت ممكن يكون افضل.
تمام. فننتظر. معلش قلنا لكم منتظرين البروف، عنده مشكلة فنية. منتظرين البروف فهننتظره، ما عندنا طريقة. بنفيدكم بالخطوات الجاية إن شاء الله.